حبيبي سميم هتبيض. طلعت من مناخير من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطبخي؟ ريحة الاكل واصلة لعندي. انتي شو شايفة؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم، قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شي. ايه شبه الجزمص، شبه اكلة طيبة كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك اكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شقفتين ثلاثة كبة؟ كم قرصص فيها؟ قولي على عيونها، هلأ إذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشرشحني بين الجيران. ايه طالعي هي الله شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك بس جزمص. لا تاكل يا اما نفسها عندي. مسكي محمود حركي انت الطبخه وانا بطلع لك كم قرص صفيحه وكم قرص كبه. مسكي لا تعذبي حالك، انا بعرف وينهم. ها بدها تغديني جز مز. قال ايه مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي، بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة. الا ما اعرف لفوت حط هدول بالبراد لبعد بكرة. بكرة عندي مجدرة. ولي مين جاييني هلا وقت الغداء؟ شو قلة الذوق هاي؟ حدا بيجي لعند حدا وقت الغداء؟ احلى يطلع لي شي وحدا دمه تقيل وياكل لي الاكلات منيح اللي دحشتهم بالبراد جاي. ايه طنو كمان ما احترق لسه، احرقوا لي اياه للجرس. هذا انت الدحسين. شو هيك يا محمود؟ فكرتك مو بالبيت. كنت بهداك الصوب وبالفصحى بذاك الصوب سيدتي، انت اكبر قدر. تغديتي؟ تغديت لك ما تغديت، في حدا بيضل بلا غدا لهلا؟ وشو تغديتي؟ من حواضر البيت، ما بقي عندن شيء تحسينها، خلصوا. إيه لكان مالك بتطيب نصيب خاطرك. وين رايحة عم تحسين؟ رايحة أتغدى. لهلا ما تغديتي أنتِ؟ إيه هلا لحتى إجت صينية الكواج من الفرن، قلت لحالي هي أكلة بتحبيها وبتموتي عليها، لإنزل عيط لك تذوقيها، الظاهر إني تأخرت. أمي شبكي؟ أمجد وأغياب، شو بهون؟ حذري. كسر التلفزيون؟ حذري. وقعوا الخزانة؟ حذري. لك أول إذا تعالي مالك؟ فاتوا على المطبخ، نطوا على الطاولة، وقعوا صينية الكواش، وفش على البلوعة. اللي بعت لك حمى ما أبرد قلبك، طلع معي ولي. كواش وعلى البلوعة، يا حرام. أنا ليش انضربت على قلبي وقلت لها متغداية؟ كنت قلت لها ما تغديت. كنت طلعت اكلت لي لقمتين دقت لها الصينيه. ما فكرتها جايه تعزبني، ببالي اياها جايه تتغدى عندي، قلت لها تغديت. تاني مره لازم اتروق اكثر بالجواب على هيك سؤالات وافهم الموضوع منيح بعدين جاوب. يا حوينه صينيه هالكواج، انا بحب الكواج كثير. يلا كمان الكبه والصفيحه اللي اكلتهم كمان طيبين. لروح اتملح لي بشقفة جبنة مرمرة امي. هلا شو بلاقي جاي من الشغل بكير اليوم؟ مالك بالعادة؟ يوم ما رح تشتغل. فيكي شي لا سمح الله؟ لا ما في شي، بس اخذت اجازة. اجازة بسيطة، بالي عم يجعك شي. ما قلتي لي ليش اخذة اجازة انتي؟ وليش الواحد ياخذ اجازة؟ مشان يرتاح. ما قلتي لي ما عم يجعك شي، معناتها ما لها طعم الاجازة. عندي اجازات كثير بدي صفيهم. يعني إذا ما أخذتيهم بيعطوكي بدالهم مصاري اجرتهم يعني؟ لا ما بيعطونا. على دوري كانوا يعطوا. على دوري، بس على دوري، دور القانون العمل موحد ما خذوا. ستي هنا الإجازة أحسن، المصاري يعني بتروح كلها رايحة. عن إذنك أم محمود عندي شغل كثير. هنا هنا شايفة معك أكياس كثير، شو جايبة معك أنتِ؟ موني للجمعة كلها أم محمود. منيح، قديش أخذ الباذنجان؟ ما بعرف. طيب شلون ما بتعرفي؟ مو أنتِ اللي اشتريتيهم؟ إيه أنا يلي اشتريتهم بس حاسبت عن الكل. يلا ماشي بدي ساعدك لبين ما تفتحي الباب أنتِ. لا أم محمود تعذبي حالك، أنا بحملهم. ما في عذاب، فشختين بصير بالمطبخ أنا وياكي. معني أم محمود أنا بحملهم. لا والله ما بتحملي شيء ولا في عذاب، معقولة تحملي أنتِ وأنا موجودة؟ أنتِ ما بتعرفي العذبك عندي غالية كثير يا غالية. فوتي معي تعي. بني
هاي الباب للبيت. سكري سكري تعي. لا تعي يا محمود انا فوتن عنك، لا تعصي حالي. لا ما في عذاب ولا شيء والله العظيم الا ما حطهم انا بايدي بالمطبخ. شو هالحكي يا؟ وين حط لك يا على الطاوله؟ شكون ام محمود على الكبته؟ لا شو عذاب انا، انت غاليه علي حبيبتي كثير. ايه ستي من اوله اقلي لي بس شو بدك تطبخي اليوم مشان ساعدك فيهم، وباقي الخضره بنحطهم سوا بالبراد. اليوم ما راح اطبخ ام محمود. لك شو بدكم تتغدون؟ عنا اكل زايد من امبارح. ماشي الحال، لك هلا بين ما انت تغسلي الخضره وترتبيها بالبراد رح ساوي انا فنجان قهوه، عندي اخبار بدي اقول لك عليها. لا محمود القهوه بنشربها بعد الظهر، انا مشغوله بدي اروح. طيب وين بدك تروحي؟ لعند دكتور اسنان، ضرسي عم يوجعني بدي صلحه، واذا ما تصلح بدي اقلعه قلم من شرشه. ايه دخلك هذا دكتور اسنان شاطر ولا نص كم حاكم معقده منه؟ لان لا شاطر. اصبح بروح انا وياكي. اخ درسي كثير عما يجعني، خليه يشوف لي اياه اذا كان بده تصليح ولا بده قلق. بس انتي محمود مو اخذه معي. ليكي هلا انا بروح على الدكتور وباخذ لك موعد الك وبيجي بخبرك. منفوت انا وياكي بموعد واحد. ما بيمشي الحال؟ لك بيمشي بيمشي، انا بمشي. يا ام محمود يا ام محمود شلون بدك تمشي؟ هذا الدكتور كثير مشهور وانا بالزور اللي اخذت منه موعد من جمعه. دخلك شو اسمه هالدكتور؟ وانتي شو بدك باسمه؟ ابن اخي دكتور اسنان، بدي خليه يتواصل لي عنده. ومعلومك دكتور بيمون على دكتور. وليش لا تخليه يتواصل لك عنده؟ ما تخليه يعالجك هو؟ ابن اخي ما كتير شاطر، مرة ها انا غلطت ورحت لعنده انا مشان درس مسويس شوي هيك قد حبيت العدسة الحورانية، ضل ياخذني 4-5 مرات لحتى خلصه، ومرة قلع لي الصاغ وترك لي المسويس. الو؟ اهلين جميل. ايه خلص ولا يهمك. ايه بس حبيت اسال شو اخبار العزيمة؟ ماشي الحال. شو رح تطبخي؟ لتيشي بتعرف انه ما بدي وصيكي، بدي اياها عزيمه سميدعيه مفتخره يعني، وقد ما فيكي تعملي اكل اعملي. فهمت جميل فهمت، خلصني بقى عندي شغل ماني فاضيه. ايه عزيمه، مشان هيك لكان هنا اخذه اجازه وجايبه كل هالخضره وهاللحمه. بس ليش عم تخبي علي؟ اكيد اللي عزمته الناس تقال كتير، وانا من شو بشكي؟ انا بتشرف بمعرفتهم وهن بيتشرفوا بمعرفتي. مع السلامة. مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ هذا جوزي جميل. شو بده؟ ما بده شيء بس عم يذكرني موعد دكتور اسنان. والعزيمة؟ أنا عزيمة؟ مين قال إنه في عزيمة؟ لك ما حدا قال، جوزك اللي قال، قال بده إياها تكون مفتخرة. يخزي العين يخزي العين وما شاء الله، ما دامك سمعتي المكالمة على بعد مترين، ليش عم تسألين مع مين عم بحكي وشو بده؟ أنا لا تهك لي هم، لا تهك لي هم، إذا كانت روحتك لعند الدكتور ضرورية، روحي، بس أنتِ قولي لي شو بدي أطبخ، بترجعي بتلاقي الأكل جاهز. بطلت روح أم محمود، بطلت ما عم بدي. ودرسك؟ طب ما عاد في شيء حتى شوفي؟ أحسن، وفري إجرته. يي القهوة نشفت المي. نشفوا ريقك، نشفتي ريقك. ليش قاعد ناطر؟ لك ليش ناطر؟ ليش ناطر؟ هذا البلكون بلكوني، كيف ما بدي بقعد فيه؟ لا شو بقعد فيه؟ يا سلام بيقول لهم ببرم فيه يا اخي، ببرم فيه يا اخي، ببرم فيه. يا نصيب يا نصيب يا نصيب. وينك؟ بيعني يا نصيب؟ ايه وينك؟ وينك؟ هون انا لكني. ايه اطلع لعندي. يطلع البلع شيتك، مالك شايفني قد الدبة؟ اطلع برو من هون، اطلع عم استناك كبتولة. يلا جاي جاي. لك تعال تعال هون. ايوه انت هون. وين طالع لفوق هون انا؟ ايه قديش عم تبيع على النمرة؟ 70 ورقة. مبين عليك كروج انت، وحلو وقمر وابن حلال وطيب، رح تبيعني اياها ب60؟ لا ب70 ورقة، بدك خذيها ما بدك خليني روح. ليش هيك برطمت ونزلت لي شفاتيرك وخدودك؟ عم نتفاعل لسه؟ لا انتو كلكم هيك بياعين اللي على نصيب ولا متفقين عليه؟ معك فراطة؟ ايه 500؟ لا 100؟ لا الاف لسه ما طالع هو. شوف حبيبي ايه
أنا معي 50 إيه؟ وخمسة 20 إيه؟ مع الخمسة ترجع لي ولا انزل لتحت أصرفها. لا مع هاتية. ليش بقى كمان مديت إيدك؟ ما بدي نقي نمرة بالأول. إيه نقي تفضلي. هات. إيه. يعني شو عم تتفرجي؟ الصور كلهم مثل بعضهم. بعرف هالشي تتقوص، شو مفكرني خوتها؟ لا بس في شي رقم تتفائلي فيه؟ شوف. إيه. تعمل معي منيحة. سامحك بخمس ليرة. منيحة شو؟ يعني انت بتدلني على الرقم اللي بده يربح الجائزه الكبرى. ايه ليش لا بدلك. شوفي هاي بتربح جائزه الترضي، ما بدك اياها. ليش قديش بتربح جائزه الترضي؟ 30,000. شغلي فاضي، خليك على الكبير. ها ليك اياها، الحمد لله انها كانت معي. خذيها. قلت لي هاي قديش بتربح؟ 3 ملايين. خليك متمركز هون، لا تتحرك، تبسمر بارضك. جاي يلا بسرعه. فكري حالي بس اجدب، طلع في اجدب مني. وين عمتي؟ يلا عمتي 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 عمد باب ان شاء الله خدمتك. مصاري خود احت اطلع يطلع بلعب. ايه وين الخمس ورقات اللي بدها تعطيني اياها؟ يا رصيد يا نصيب يا نصيب. شو هالحكي؟ ما بدها نقاش، لا تقولوا لي حيواني، انا حيواني. ليش ما اشتريت الورقة اللي بتربح الجائزة الطردية؟ ليش؟ فعلا دبقنا. يلا سياب يلا سياب يلا سياب. تعا تعا كبدوني، تعا تعا اطلع لعندي ليلا. اطلع ابو بلاطيم. ما بطلع، قلتي اطلع بطلع بلع. لك اطلع بفوت لك، يا اطلع يطلع بلعي انا يا سيدي. اطلع. ما بطلع ما بطلع ما بطلع. اروح لك ان يطلع بلع. فعلا يطلع بالعاق. يا قاعدة على البلكون وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. مرمر تمي لقوم حلي درزي بشي شغلة. خوخة خوخة خوخة. 3 ملايين ليرة. كم ليرة بيطلعوا؟ كم ليرة بيطلعوا؟ كم ليرة بيطلعوا يا سعدية يا بنت المسعود؟ 3 ملايين. العمى ما احونك. وثلاث ملايين ليرة كم فرنك بيطلعون؟ ستين مليون فرنك مناح. وكم ربع ليرة بيطلعون؟ 12 مليون ربع ليرة. لا خليني على 60 مليون فرنك اكتر. من حبيبي انا رد علي وقول، من حبيبي انا رد علي وقول. بالزم شفايفة بتقوله انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا. بيرجع هو قاعد على شفته وبيغمزها وبيقولها بيقولها شو بيقولها؟ نسيت يا اجيت. أنا حبيبتي اليوم جاي على بكير، لا تقلي لي. ايه جاي على بكير لانه كان عندي جولة قريبة. وين اخذتي الجروب هالمرة؟ اخذت الجروب على بحر قطينة. جبتي لي معك كم كيلو سمك؟ البحر ما عاد فيها سمك. وين راحوا وطاروا؟ السمك بسبح سبحة. ما بيطير طيران. هو صحيح ما بيطير طيران، بس المعمل تبع السمك قطنه بنفاياتي. لا لا زعلتيني، بيقولوا سمك البحر كتير طيب ولذيذ. ليش ضايقتي؟ لا سمع انا بسمع بس. ايوه ماشي محمود، انا بستأذن بدي فوت غدي الاولاد، بيكونوا هلا جاعوا. معناته معك في صوم فطرته. ها هي بعت لي حمى، نسيت قصه الصوم. انا 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 ايه عملت لك طنجره شوربه بعدها بتاكلي اصابيعك وراها. حسبت حسابكم انا رح اسكب لكم كم صحن. يلا لا تعالي، ولادي ما بيحبوا الشوربه. عن اذنك محمود لازم يحبوها. جبت لك شوية شوربة رح تاكلي اصابيعك وراها. اي يسلم ام محمود، ليش معصبي حالك؟ لا عذاب ولا بطيخ مبسل، روحي بيت اقل منك. هي انا تعي عم بمزح معك حبيبتي. هاتي عنك ام محمود، انا بحطهم بالمطبخ. لا تبريني، ما انا بحطهم الا اذا بتعتبريني غريبة. لا شو غريبة، انت من اهل البيت.
اما شو طلعت شوربه؟ حطيتها انا بالبريستو، خليت العدس تنامه هنا. يسلموا هالايدين، على ذكر ايديكي كيفن اصابع ايديكي؟ مناح طابوا الحمد لله. ايه الحمد لله. تقعدي هنا، ليش واقفه؟ تعالي حبيبتي تعالي. عادي اتحدث انا وياكي، ما قلتي لي شو بدكم تعملوا بالمصاري؟ انو مصاري؟ لك احكي هنا، احكي لا تخافي، سرك كبير غميق، اكيد يمكن بدكم تشتروا سياره ما، لا تستعجلوا. سمعت لك سمعة أنا، عم يقولوا بدهم يسمحوا بتبديل السيارات العتيقة، وإذا سمحوا رح تدخل سيارات جديدة على البلد، ساعتها بيرخصوا. أنتوا طولوا بالكم، أصحكم تتورطوا أو تشتروا سيارة عتيقة بتعدوا أنتوا وياه بصاجن، وهاتي بقى على فت عملة ورش أمبوز، شي عطل الدبرياج، شي فلت الكيلومتراج، شي مبخش الشطمان، شي فرطة التكايات، يعني شغلة معتة معتة كتير. شو بدكم بيأثر على انتو؟ انتظروا الجديد احسن، خدوها وقالة. اذا بدك رأيي بلا ما تشتروا سيارة بنوب، حرام تحطوا حقها عندكم سيارة حكومية بنزينات ببلاش وتصليحات ببلاش، بلا شو لحتى تكبوا مصرياتكم، بلا كل السيارة انا بلا. اطمني محمود ما رح نشتري سيارة. ايه احسن، يعني بدكم تبيعوا هذا البيت وتشتروا فيلا وعكا، صدقيني حرام حقها انا. ليش بقى؟ سكنة بالفيلا حلوة. ما حلوة ولا شيء، من برا رخام ومن جوا سخام، وقال شو غرف القعدة تحت وغرف النوم فوق، الواحد بعد مو اكل ومتقل وماله قدران يتحرك، بده يطلع كم درجة ليندهش بفرشته، يومين ثلاثة بتتصمطوا بهالشقة من الصفرة للفرشة، سقط لقط. ايه كلامك مقنع، بطلنا نشتري فيلا. هنا وعكم تشتروا شاليه على البحر، اصحكم هنا. ليش بقى؟ ها انا رح اقول لك ليش يا ستي. اول شيء غالي، عند ابني بخورفك كان ارخص. ثاني شيء انت وجوزك ما لكم فاضيين تطلعوا تصيفوا في كل الصيفيه، عندكم شغل انتو، واذا طلعتوا جمعه جمعتين بتطلعوا خسرانين، استاجروا شاليه ارخص. ثالث شيء اذا فكرتوا تاجروها بيخربوا لكم اياها، بتحطوا عليها تصليح اكثر من اجاره. رابع شيء بدك تتزاعلي انت وكل قرايبينك ورايبين جوزك وجيرانك واصدقائك، وبكره الغانم شو بيقول لك؟ بدي طالع عيلتي تصيف. ان عطيتي المفتاح يا ويلك بيخربوا لك الشاليه، وان ما عطيتي المفتاح برضه يا ويلك بيحكوا عليكي. وخامس شيء؟ خامس شيء البحر كله مو لازم، خطر كتير، لا سمح الله شيء ولد من اولادك الزراف يزمط من بين ايديك ويغافلك وشكرا واسع على البحر ويغرق يا حصرتي، شو بتساوي بحالك؟ او لا سمح الله يتعب عب في فانوس البحر، شو بتساوي؟ او ها مثلا تجي لها سمكة القرش وتقرش القرش، شو بتعملي بحالك؟ والله بتغوطني اختي. ما عم نفكر نشتري شالي. معناتها عم تفكروا تعملوا شي مشروع. ترى ليكي هاي فكرة كتير منيحة، جوزك مهندس وبيفهم بالمشاريع، خليه يستقيل يا ستي من الوظيفة اللي ما بتشبع خبز، ويبلش بقى بالتعهدات، هيك الثلاث ملايين بظرف سنة بصيروا عشرة. ايه بس جميل ما بيقدر يستقل من الوظيفة. ليش بقى؟ دخلك شو جاي هو من الوظيفة؟ جوزك لا بيرتشي ولا بيقبض براني ولا بينضرب على قلبه. إذا استقال بده يشتري سيارة على حسابه، وبهالطريقة كل تكاليف البنزين وتصليحاتها على حسابه، وإذا اشترى سيارة ما رح يفضل معه مصاري عشان المشاريع تبعه. بلا ما يستقيل يستنى على حاله سنة سنتين لبين ما يرسمين منيحك. كمان ما بيقدر. ليش بقى؟ ما بيصير يضل موظف يشتغل بالتعهدات. بسيطة، بياخد تعهدات على اسم واحد تاني، هيك كلهم عم يعملوا.